حياكم الله معانا من جديد مشاهدينا، وعبد الله سعداء جدا بوجود ضيف مميز معانا الليله. اكيد اكيد اكيد، معنا طبعا وزير التجاره والصناعه وزير الدوله لشؤون الشباب الاستاذ خالد الروضان. مساك الله بخير، نورت في الكويس. حياك الله. يا هلا مرحبا فيك، وسعداء جدا وناطرين هاللقاء هذا من زمن، وسعداء جدا باول لقاء اعلامي لك يكون عبر شاشه تلفزيون الكويت وبرنامج ليالي الكويت. طبعا اشكركم واشكر القائمين على هذا البرنامج. أنا يشرفني أمانة أن أكون ضيف هذا التلفزيون العريق، يعني التلفزيون الكبير واللي كان رائد التلفزيونات السابقة، ونشوف في حركة تصحيحية ممتازة، وبرنامجكم برنامج يعني مميز، وإن شاء الله يكون ضيف خفيف إن شاء يعني الله. لطيف ما يقولون إن شاء الله. يعني معالي الوزير، إحنا دائما نتكلم عن وزارة التجارة والصناعة، هي من الوزارات اللي تعتبر عصب الدولة عندنا، والكويت رائدة في مجال التجارة وحتى في قوانين الأعمال بصورة عامة، لكن وجود حضرتك على رأس هذا الهرم يعطينا إحساس أن هناك يعني روح شبابية أكثر، مجهود قاعد يقاس بصورة سريعة أكثر. التطور اللي قاعد يصير بوجود حضرتك هذا الكل قاعد يلمسه. نبي نتكلم اليوم عن أهم القوانين الجديدة اللي انت حطيتها تحت المجهر، اللي لازم يعني يتم تجديدها علشان نعدل شوية من بيئة الأعمال عندنا بالكويت. طبعا بلا شك، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، هو طبعا اختيار شاب في هذا الموقع هي رسالة من أيضا من القيادة السياسية الممثلة بسمو سيدي سمو الأمير البلاد وولي العهد، وأيضا سمو رئيس الوزراء، أن يسلمون شاب وزارة مهمة وتتكلم فعلا عن عصب الاقتصاد. هي بلا شك هي اليوم ما عاد الكرسي أنا أمثله بروح، أنا أمثل شريحة كبيرة من الشباب، و يعني صرت حسيتها كانها برقبتي ان انجح. لازم ننجح بهذا المركز لكي نمكن الشباب بقياده البلد، واعتقد اليوم هذا التمازج الموجود بحكومه دوله الكويت الحاليه ما بين اعمار مختلفه يعطي تنوع كبير بالمضمون وبالاداء. بلا شك يعني يمكن اعلناها في اولى اللقاءات، تحسين بيئه الاعمال هو الهدف الاساسي مع تفعيل دور صندوق المشاريع الصغيره والمتوسطه. تحسين بيئه الاعمال هو ما يعانيها شنو نقصد بتحسين بيئه الاعمال؟ تحسين بيئه الاعمال هذا مصطلح موجود قام فيه البنك الدولي مع مؤسسات، بدوا يقيسون سهوله استخراج الرخص ومزاوله العمل التجاري لدى دول العالم، وبدا يصير هذا مؤشر. هذا المؤشر مؤشر الاساسي، تحته في 10 مؤشرات مختلفة تتكلم عن، مثلا واحد يتكلم عن سهولة البناء في هذا البلد، والثاني يتكلم عن استخراج الرخص، الثالث يتكلم عن وصول الكهرباء، لكي يميزوا لكل المستثمرين العالم أن هذه الدولة اقتصاديا أو العمل التجاري ومزاولة العمل التجاري أفضل من هذا البلد. طبعا احنا دولة الكويت مركز 102 ما بين 190 دولة، نعتبر من النص الآخر من العالم، وهذا المركز بلا شك لا يليق بدولة مثل دولة الكويت، هي من بدأت ريادة الأعمال والأعمال التجارية في 90 بالمنطقة. أول شركة طيران هي الكويت، أول شركة سلم هي الكويت، أول شركة نفطية هي الكويت. الكويت متميزة وأهلها متميزين أيضا بالعمل التجاري وأصحاب مبادرة، ودائما احنا نتكلم. لذلك هذا المؤشر لا حسبه، يعني أنت اليوم يجب أن تختصر الدورة المستندية. الفريق العمل قبل أن أتي الوزارة، هناك مجموعة قامت بوضع الخطة المناسبة لذلك، وثم أتيت أنا، يعني مثل ما نقول سرعت العجلة بشكل أكبر. تحسين بيئة الأعمال هو يعني يحتاجها كل مواطن كويتي يريد أن يزاول العمل، وبالعكس مرات أنه احنا قتلنا كثير من الناس اللي ودها تزاول عملها بسبب الاجراءات الحكوميه. بس بيقولنا احنا لا يمكن نعتمد على المؤشر فقط البنك الدولي، هو يقول لنا. فسوينا مثل عصف ذهني مع اكثر من 250 شاب ومبادر، طلع هناك تشابه بنسبه تفوق ال 85% ما بين متطلبات البنك الدولي ومتطلبات الشاب الكويتي.
هذا سهل لنا احنا ان ما نحتاج نغير اي خطه، الخطه موجوده وهي نفس المؤشرات الموجوده. لذلك الان انشئت ايضا يعني بالتعاون ما بينه وبين مجلس الامه لجنه خاصه بهذا الموضوع، لجنه تحسين بيئه الاعمال والمشاريع الصغيره والمتوسطه. وهذه اللجنه يعني مرات تسمعون بعض المناكفات او هذه اللجنه جدا متعاونه، يعني نتكلم مع الحكومه ومع الوزير المختص، نجتمع بشكل دوري. هي تابعه لحضرتك؟ اي لا مش تابعه لحضرتي، بس هي سلطات مختلفه، احنا نتعاون مع بعض. لكن هذه حتى اللجنه ما بين اليوم الوزير المهم يعني الوزير الاهم بتحسين بيئه الاعمال هو مناط بوزير التجاره. مع هذه اللجنه خرجنا ايضا على المالوف. يعني ما قمنا فقط نجتمع في مجلس الامه، قمنا نجتمع باماكن مختلفه، نجتمع مرات بمكاتبنا مثلا، نجتمع مرات في بيت احدهم ونبدي نتعامل بشكل اريحي من غير ضغط الاعلامي او ضغط الجلسات الرسميه، ادت بلا شك الى ثمرات جيده. نعتقد احنا اليوم اللجنه هذه خرجت بالقانون اللي ما زال هو الوحيد اللي خرج باسمه قانون، هو زياده راس مال البنك الصناعي. الان خلصنا من التعديلات التشريعيه لصندوق المشاريع الصغيره والمتوسطه، وعندنا حزمه يعني اكثر من 12 قانون نتعاون ما بين لجنه تحسين بيئه الاعمال وايضا اللجنه الاقتصاديه الاخوان ايضا هناك، هناك نعتقد هناك 12 الى 14 قانون وتعديلات تشريعيه مهمه. وجهه نظرنا احنا مع الفريق العمل اللي اعمل فيه نعتقد راح نسوي قفزه نوعيه للاقتصاد الوطني. اهم المشاكل اللي يعني تواجه الشباب الكويتي في انشاء شركاتهم الخاصه خصوصا يعني اصحاب المشاريع الصغيره، قمنا نشوف ان هي يعني اصبح لها يعني بصمه كبيره في الاقتصاد الكويتي، فنبي نعرف يعني هذه المشاكل يمكن كان من اصعبها هو الروتين الحكومي الكبير في استخراص التراخيص في صحيح. انشاء حتى واشهار الشركات صحيح. هذا كله يعني هل حطيتوه بعين الاعتبار؟ والله يعني انت فاجأتني قبل شوي ابو الاحصر، يعني قلت لي رغم انا ما توقعته استخراج تراخيص عاده شنو ياخذ شهرين، يعني هو احنا لسبعة ايام، يعني هذا المده غير طبعا. هذا جهد قاموا فيه من قبلي، يعني اتكلم ما بي انا اخذ وناس كثيرين. هو الاجراءات عدد الاجراءات الحكوميه لاصدار احد تاسيس شركه او اصدار تراخيص اكثر من 61 اجراء، تاتي من اقلها 45 واكثرها 75 اجراء. فبدانا نبحث، يعني احنا بمساعده البنك الدولي مع تعاون كل الوزارات المختلفه ما مختصه بوزاره التجاره، الجمارك، الكهرباء، التجاره، البلديه، كل يعني الحكومه تضامنت في هذا الموضوع، اصدرت تعليمات واضحه بانشاء لجنه هي معنيه بتحسين بيئه الاعمال وتتعاون معها كل الجهات. قدرنا نختصر الكثير من الاجراءات، ففعلا كان معدل تاسيس الشركه واصدار الترخيص يتجاوز ال 61 يوم، واليوم يعني اطلقنا احنا هو مركز الاعمال التجاريه وكويت بزنس سنتر او ليختصرها لنا الى ان شاء الله ايام معدوده. شنو كان يعني يعطل هذا الشيء؟ اكثر شيء يعني مثلا شيء روتيني يعطل؟ اكيد هو بالنهايه قرارات واجراءات يعني كثيره. قبل مثلا هناك رسوم مختلفه، خلينا رسم واحد يدفع مره واحده وخلصنا. حلو. ونزلنا من اسعار الرسوم بشكل عشان تتاقلم مع انت واحد يبي ياسس شركه لازم تحط له رسم، يعني نعتقد انه يكون جيد اسهل للاخوان المبادرين. الاجراءات كانت تتكلم 45 75 اجراء، معدل 61 اجراء على كل انواع الشركات، اليوم اختصرناها الى 7 الى 8 اجراءات. ممتاز. 7 اذا كانت الشركه وبعضها 8 يعتمد الاختيار. كان العدد قبل ان تاسس شركه تاخذ شهرين، اليوم تاسيس شركه حسب الخطه الموضوعه واللي اسست على اساسها تقريبا 281 شركه، مو قاعد نتكلم انه جميل سوف لا اسس حصل 3 ايام، تاسيس الشركه اصدار الترخيص 3 ايام اخرى.
وهذا كله أونلاين؟ أونلاين بزيارة واحدة يعني. أي. الأمر الممتاز هو يدش الشخص و احنا موجود معانا على الهواء الحين حاطين الموقع الخاص kbc.gov.kw يحط وما يحتاج يبعث مندوب. لا ماكو. قبل كان في شركات يعني تترزق الله على هالامور هذه. يعني احنا يعني انا اتكلم، انا اتي من قطاع خاص وكنا نعاني يعني بالسابق، والان هذه انواع شركات معينه يعني ذات مسؤوليه محدوده، والشركات المتضامنه وشركات الاشخاص والشركات المهنيه، هذه تاتي هذه شركات لها الرواج الاكثر. لا يعني شركات المساهمه والمساهمه المقفله وغيرها، شركات تلقى عندها ستاف اداري يعني دائما تاتي في شركات متوسطه. احنا كان هدفنا نخدم الناس اللي اول مره يدش هذا العمل، وخطه طموحه جدا، ما هي يعني اليوم، ويعذرونا ايضا اخواننا يعني هذا مو طموح. الكويت أعلى بكثير، ولكن هذه خطوة بسيطة من خطوات إن شاء الله راح نسوي. وأيضا ما زال هو قيد التجربة اللي حدنا على هذا الموضوع هو المؤشر. يجب أن تكون من 1/4 تستخدم النافذة الواحدة وتكون أونلاين، فمحنا جاهزين 100%. ما زال الموقع قيد التطوير، ما زال هناك عندنا ملاحظات كثيرة وراح نشرحها بشكل مختلف، ولكن انت مرات تعرف مثل بيتي بتبي تسكنها، يعني لو بتأثثه وانت برا سكنه واثثه. احنا قلنا بنطلق الكويت بزنس سنتر ووقفنا تأسيس الشركات بالشكل التقليدي. اليوم لو تروح مجمع الوزارات ما تقدر تأسس، يجب تأسس اونلاين. حاطين موظفين هناك يساعدون العالم، ونعتقد هي قضيه يعني ان شاء الله ما راح تاخذ وقت. الكويتيين أذكياء ومتعودين على وخاصة نتكلم مستهدفين فيها الشباب، خصوصا اللي يبي يبدي عمل جديد. صحيح. يعني هم الشباب ستارت اب بزنس هذا يعني إيه؟ نتكلم هو الهدف زيارة واحدة وأقل إجراءات. طبعا ريحتهم وايد، اختصرت عليهم المسافة والله. يعني أمانة احنا يعني هناك بعض ما زال سيستم، هناك بعض الملاحظات عندنا فيه ونحاول نعدله. نعتقد انه راح ياخذ سنه، لكن خلينا نقول ان اليوم يعني فعلا يعني تقدر تاسس. هذا كان يعني يمكن تكلمنا فيه بالسابق وصرحت انا فيه، يعني ان سوف يصبح الحديث ان تاسس شركتك بالكويت شهرين. هذا سوف ان شاء الله بجهود الشباب مخصوص سوف يكون نكته. يعني صدق قبل كنا نأسس شركتنا في شهرين، إن شاء الله كنا ناخذ شهرين على ما نأسس الشركة. الحين إن شاء الله أسبوع طبعا. يعني هذا ما أتى إلا بناس أبطال يشتغلون خلف الكواليس من أبناء الكويت المخلصين، وتعاون كل الجهات. أنت تربط مع ترى جهات أكيد مختلفة. أكيد أكيد معالي الوزير، يعني مشاريع الكويتية اليوم في ازدهار واضح تطور الى يعني درجه ان يعني نشهد انتشارها، بل وصل الامر الى تصديرها برا، خاصه اليوم يعني ربات البيوت يسوون هذه المشاريع ويصدرونها برا. فاحنا بنعرف هل هناك يعني تنظيم من قبل الوزاره لهذه المشاريع؟ تتكلم عن المشاريع المنزليه والشركات المنزليه، خصوصا الحين مع انتشار السوشيال ميديا. يعني الحين الكل يشتغل بالبيت ولا يحتاج يعني لا ياخذ ترخيص من التجاره ولا من الصحه ولا اي شيء، ممكن يعني الاكل ينباع وينشرى. احنا بننظمه شوي يعني احنا اليوم نتكلم نبي نعرف انا هاجس يعني وايد عندنا للاسف احنا المشاريع الصغيره المتوسطه دائما نربطها بالشباب، وانا اعتقد الربط ما هو صحيح. هذا ايضا مربوطه بالمتقاعدين، يعني انا ننظر لكثير من المتقاعدين عقب 20 سنه من العمل يطلع يبي اسس مشروعه، يبي يعجز من راتبه ويبدي. يعني اليوم انا اعتقد عدم الاهتمام بالمتقاعدين يقتل الطموح. صحيح يعني صحيح. فلذلك المشاريع الصغيره والمتوسطه هذه ما لها عمر معين. الهوم بزنس هو مستهدف هذه الشريحه، لشريحة المتقاعدين وشريحة أي واحد يبي بعض التراخيص. بس هل تملكون القدرة على تنظيمها؟ إن شاء الله. يعني إحنا دائما في سياسة الحين قاعد نتبعها، خلينا نبلش لو صغير وتوسع قدام، بس إن دائما نحط المخاوف ونبدي نرجع. فإن شاء الله خلال يعني ما بدي أحط مدة زمنية، لكن خلال فترة قريبة جدا سوف نصدر قرارات بتنظيم وإنشاء بعض الرخص المنزلية، حتى اللي يشتغل بالإنستغرام وكذا مثلا عنده مطعم بالبيت وحط مو مطعم. إحنا ما نتكلم بعض الرخص، يعني بعض أنواع الرخص راح نقدر يقدر يرخصها، ما يقدر ما يحتاج
يأجر مكتب ولا يطلع ولا، وأغلبهم ترى يرخص مرات تلقى يعني لا يأجر مكتب وهمي. فأنا إحنا اليوم ليش نكلف هذا التاجر هذا يدفع هني ولا هناك؟ بعض الرخص الموجودة مثل واحد خلينا نقول لك هو يسوي ويب سايتات أو يصمم أو هذا ما يحتاج مكتب، شغله كله باليمين بالبيت صح، انت رخص يعني وما في اثر معين. اما مثل الاكل وغير هذا يحتاج الى بلدية يحتاج الامر. احنا اللي بنسويه بندور انواع الرخص اللي لا تؤثر ونطلع منها يعني شنو اللي لا تؤثر؟ يعني اللي لا تؤثر على المجتمع مثلا ماكو شيء مثل اكل، الاكل تحتاجين بلدية وتنظيم وترتيب ولا ما في عمالة يعني ناس يدشون، تعرف انت لا يمكن تتحولين البيوت اليوم الى شركات ومحلات. احنا نتكلم اللي ما في تعاطي مع الجمهور، ديزاينر مثلا سلع تجاريه مثلا يقول اي بجناط مثلا يقول لك ماركه اصليه مشكله يعني شغلات هناك يعني سوف نعلنها بالقريب العاجل. احنا قاعد نحصر جميع انواع الرخص اللي لا تحتاج التعامل وجاري اتباعها مع جهات ووزارات مختلفه وهذا ما هو يعني مو احنا بروحنا مسوينه، العالم كله عنده يعني يعني بعض الدول يعني متقدمة فراح نجيب بعض يعني مثل هذه الأعمال هي مشاريع صغيرة. احنا نبي نستثمر وجودك معانا نتكلم عن المشاريع الأكبر، نبي نتكلم عن تنوع التجارة ومداخل حتى المدخول لدولة الكويت. يعني إذا تكلمنا عن مصادر الدخل عندنا بالكويت شلون ممكن ننوعها، شلون ممكن تكلمنا عن تجارة بينية وتجارة العبور، هذه امور نبي نتعلم شويه يعني معانيها بصوره اكبر وايش كثر راح تفيدنا يعني في المستقبل. يعني هذه اجابتها طويله خذ راحتك. النقطه الاولى انت لا يمكن ان تتكلم عن اي تجاره او مركز مالي واقتصادي دون ما ان تحسن بيئه اعمالك، وهذا يمكن قلناها باكثر من مكان. وفي نظره ان نبي الكويت مركز تجاري ومالي، مركز تجاري مالي لا يمكن تستخرج رخصتك ب60 يوم صحيح، يعني مركز مالي يفرض تستخرجه بثلاث ساعات يلا بوجودكم ان شاء الله 6 ساعات. احنا البدايه يعني يجب ان نحسن بيئه اعمالنا، يجب ان نحسن القرارات والقوانين التشريعيه اللازمه بالاقتصاد الجاذبه للاستثمار. هذا المستثمر اللي بيجيك ايا كان من دوله ولا يبي يعرف انا الاستثمار بيجيبه بالكويت هل اقدر مثلا اطلعه بشكل سهل، اقدر استثمره، فلها تبعات ولها قواعد عالميه يعني عشان ما حد يستحدث امر. هناك قواعد عالميه كل دول العالم المتقدمه عندها اياها، تلاقينها بسنغافور، تلاقينها بهونغ كونغ، تلاقينها بدبي الان. فاحنا يعني هذا اللي نتكلم بعض القواعد والقرارات والبيئه الاقتصاديه المناسبه يجب ان توضع قبل لا نتكلم عن اي شيء، هي الاساس. اكيد متى ما حسينا احنا حطينا تقريبا عندنا يعني قدمنا فيها بلان كامل ومده 15 شهر. نعتقد ان اليوم ممكن ننقل الكويت من 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 نقطه لنقطه، من نقطه الف الى نقطه باء. نقدر نتكلم بعدها ان نحول الكويت الى الكوميرشال هاب او تجاره العبور. الله حظانا بخمس مميزات تنافسيه عاليه يعني لا تحضرها اي من الدول في المنطقه ولا الميزه الاول موقعنا الجغرافي، احنا نقع في شمال الخليج وفوقنا العراق وايران. الكويت تتوسط دوله ما بين ثلاث دول ذات كثافه سكانيه عاليه، العراق 25 مليون، ايران 85 مليون، والسعوديه ايضا. هذه الدول خاصه نتكلم عن العراق وايران دول توها منفتحه اقتصاديا فتحتاج الكثير من الاحتياجات الاقتصاديه، تحتاج كونستراكشن مثلا، تحتاج بنيه تحتيه، تحتاج مواد بناء، تحتاج. فاليوم هناك تنافس يعني ما بين كل دول الجوار لهذه المنطقه، تنافس تجاري ما بين اجل الاعمار من اجل استغلال يعني اليوم انه كل واحد بده يكون هو الكوميرشال هاب. صحيح يعني هذا حق مشروع لكل الدول وتتنافس الدول. المستثمر يختار الافضل اللي صحيح بالنسبه له. احنا يجب ان نكون نخلق هذه البيئه، فموقعنا الجغرافي يعطينا ميزه تنافسيه عن باقي الدول. الامر الثاني سياستنا الخارجيه يعني مع يعني اتباع سياسه سمو امير البلاد، سياستنا الخارجيه سياسه متحفظه تربطنا علاقه طيبه مع كل دول الجوار. صحيح هذه ايضا مميزه اخرى. هناك مميزات اخرى ان هناك ايضا
ردي إعمار بالشمال عندنا. عندنا ميناء مبارك يفتتح خلال فترة مقبلة، وإحنا أيضا نجهز هذه المنطقة الشمالية مدينة الحرير اليوم يناقش قانونها بالبرلمان، جزيرة بابيان هي راح تكون اللي جزء منها مدينة الحرير. فهذه يعني مميزات المختلفة اللي تجعل من اللي نحتاجه شنو؟ نحتاج نضع تشريعات واضحة محددة تحمي المستثمرين وتسهل لتجارة العبور. وضع التشريعات هذه مهم جدا، ايش كثر في يعني توافق ذهني وفكري بينكم كوزارة التجارة وايضا المؤسسة التشريعية عندنا بمجلس الأمة؟ والله فوق ما اتوقع، يعني انا هذا وجهة نظري، لان انا احتك اكثر مع مجموعه يعني من البرلمانيين. لا شوفي، في قضايا الاقتصاد مرات ماكو خلاف، يعني الكل يبي يطور الكويت، احنا سواء ولا المجلس التشريعي والمجموعه تعرف، بس يبون يتاكدون ان هذا القوانين تحمي المال العام وفق الدستور ووضع التزامات المعينه. لكن تعرف مرات العركه السياسيه ما تخلي مرات واحد يكون ذهنه صافي، ولكن انا متفائل، ما زلنا احنا في بدايه العمل، ما تجاوزنا يعني اشهر قليله. نعتقد اليوم كثير من القوانين قاعد تطبخ مع يعني اخواننا واعضائنا مثل الامه، وهذه اليوم سواء كنت انت بالشمال ولا بالجنوب، كنت انت صغير ولا كبير، راح تحتاج على القوانين. طبعا القوانين ما عليها خلاف. ابرجع لك على تجارة العبور، وهذه تجارة العبور احنا ترى ما هي جديدة على الكويت. هذا كان عملنا قبل النفط. صحيح. تاريخ. بالضبط، احنا قبل الكويتيين ايش كنا؟ يعني عندما اختاروا ابائنا الاوائل هذه الارض، يعني ما كان فيها حتى مورد طبيعي. حتى الماي كنا نجيب من البصرة ومن العراق. وهذه اليوم كنا نتكلم منطقة الشامية، يعني سميت بهذا الامر، كانوا يبون صناديق الشاميات، اهل البادية يبونها من البادية ولا أهل البحر سواء كانوا برحلاتهم المختلفة. اليوم يجيبون هذه المنطقة وتنحط بصناديق يسمونها الشامية، وتروح من الكويت إلى أقصى الشام. يعني لذلك خلينا نقول إن إحنا قاعد نعود إلى عملنا الأساسي اللي كنا متميزين فيه بالسابق، وفعلا ممكن هناك فرصة ممتازة جدا يساعدنا بتحقيق إيرادات غير نفطية. تعرفين تحول الدول ما يك بيوم وليلة، وتحتاج إلى إرادة وتعاون الكل للإيمان بهذا الموضوع. لكن احنا نتكلم عن يعني شغلة متاحة بلدنا، وهذا يمكن أكثر شيء يؤلم الشخص، أن عندك كل الإمكانيات بس ناقصنا التنفيذ. لذلك أنا متفائل كثيرا يعني بالفترة، وهذا بيّن يعني أيضا برحلتنا واشنطن الأخيرة، مع قعدنا مع كثير من الشخصيات ومنهم وزير التجارة الأمريكي، وبين لنا أن اليوم احنا الكويت مهتمة بهذا الموضوع، ونبي نرحب بكثير من الشركات الأمريكية عندنا رحلة. نتمنى يكون في تعاون، يعني أكيد أكيد. أنت اليوم يعني اليوم لازم تحتاج هذه المؤسسات الكبيرة، بوينغ، أمازون، شركة علي بابا، وهذه شركات حقنا اليوم أن نستهدفها ونجيبها بلدنا. تطور، إذا ما تطورك مو بس ماديا، الهدف ليس بس فقط اقتصاد. وجود هذه الشركات راح يخلق لك جو مختلف، تتعاون الشركات الصغيرة والمتوسطة مع هذه الشركة الأم، لأن لما تيجي الشركة العودة اليوم ما راح تشتغل بروحها، بالشغل لك عدة شركات متوسطة وصغيرة. لذلك احنا عندنا رحلات كثيرة إن شاء الله الفترة يعني القادمة، راح نتجه للصين، إلى كوريا، إلى سنغافورة، إلى هونغ كونغ، راح نروح أوكرانيا وروسيا، بنفر العالم عشان نجيب هالشركات تكون موجوده هذه. يعني اليوم هذا حق مشروع، وهذا سباق ما بين جميع الدول. ممكن احنا مرات التفتنا وايد على الشان المحلي، وشويه يعني ما بقول اهملنا، بل ما انتبهنا اكثر على الشان الدولي. الدول اليوم تتسابق، ويجب ان يعني نعمل باقصى مجهود، وما نحن مو ناقصنا شيء. صحيح، نملك كل الامكانيات، نملك طاقة بشرية عالية جدا، والكويتي دائما تعرفون انتم مبدع وجيد، نملك امكانيات مادية جيدة، نملك عقول تشريعية وعقول تجارية طورت العالم. انا ما اتكلم عن اليوم، انت لما تقول عن سمول بزنس، اعطيك مشروع طلبات.com
انا اسف اذا ياخذون دعايه. لا مشروع بلش لا يستاهل صراحه، باع مئات الملايين اليوم. اليوم اسهل اي لا، انت لما يشترى بهذه القيمه ما هي مبالغه في اي واحد دارس اقتصاد يعرف ان حتى قيمته قيمه عادله. صحيح. هذه المشاريع اليوم تتكلم، واحنا اليوم هناك كثير من دول الخليج تاتيك عشان مطعم ولا عشان ما ادري. هذا عمل ابداعي، وانا اتوقع العمل ابداعي لان احنا ممكن ما وفرنا للإمكانيات المختلفة. احنا تعرف يعني بسبة البيروقراطية سكرنا عليهم فصاروا المتميزين. زمن وطاف ان شاء الله. الفترة الجاية هناك فترة جيدة، نعتقد ان هناك فرصة تاريخية للكويت او للشباب الكويتي بالمجال الصناعات الخفيفة. ان شاء الله نملك الكثير من الاراضي وراح ننمي هذا الموضوع. ممكن نترك الصناعات النفطية، الصناعات المختلفة. تخصيص الأراضي هذه راح تكون يعني بصورة أكثر سهولة أو مرونة بالنسبة للطالبين. شوفي نعتقد أن اليوم مرات يعني بسبة البيروقراطية والعمل ممكن دائما تتجه الـ 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 الأراضي الصناعية إلى غير مستحقينها. صحيح. فتلقى ينظلم فيها صاحب المشروع. احنا ان شاء الله بهيئة الصناعة الحين يعني مع وجود هالمدن الصناعية الجديدة مدينة شعيبة اجدادية راح تكون مدينة جديدة، راح نوزع فيها عدد من الاراضي مو بالفترة الحالية، لكن هناك ايضا مقاييس للتوزيع وحدنا مثل خلينا نقول مؤشرات التوزيع. المؤشر الاول حطينا القيمة المضافة، المؤشر الثاني رأس المال المشروع، المؤشر الثالث مميزات التنافسية للمشروع، المميز الرابع التكنولوجيا المستخدمة، المميز الخامس البيئة وترابط الأمامي والخلفي، يعني إحلال الواردات. بعض الشباب يعني حاكي مسألة الواسطة. لا إن شاء الله يعني. إيه فإحنا نبي منك تصريح يعني اطمنهم أن فعلا يعني كل واحد لحق راح ياخذه. شوفي إن شاء الله يعني يعني بالنهاية بقول مهما قلت من كلام ممكن هو يظل عند الشك، ولا ألوم على ذلك. إحنا إن شاء الله الأراضي الصناعية ولازم يقدمون فيها يعني طلبات، وسيتم تصوير أنا هذا أيضا الأمور بنشوفها أيضا ناحية قانونية. أي شخص يقدم تصويره برزنتيشن لازم يسوي يقنع أعضاء اللجنة لنرى المستحقين. عندنا قبل كان تعطى بالأقدمية. صحيح. وأعتقد هذا يعني أمر يجب أن يتغير، مو مسبق لبق. لا أي. إحنا ندور المشروع اللي يفيد لقيمة وطنية، يوظف لي شبابنا يشتغل يعني هذا الأمر. وبعدين إحنا كبلش نحتاج شنو أنواع المصانع اللي نحتاجها، شنو أنواع فان شاء الله ما ودي اتكلم يعني ودنا نسوي يعني برجع حق تحسين بيت الاعمال. والله للامانه يعني ابو ناصر حضرتك بعد بما انك موجود معنا انت ايضا وزير الدوله لشؤون الشباب. من خلال يعني كلامك احس في تداخل بالاختصاصات، لان يعني انت ايضا المشاريع الصغيره هذه هي مشاريع للشباب. صحيح. وانت وجودكم يعني ايضا على راس هذه الوزاره. انا بالوكاله يعني فكره بالوكاله، لكن حضرتك يعني منهم وفيهم يعني انت الشاب اليوم هو فئه عمريه معينه يمر فيها اي واحد. انا اعتقد انه يجب التصاق الشباب بالاقتصاد اكثر من اي امر ثاني، وجهه نظري الشخصيه. والواحد ممكن يعيش من غير بس ما يقدر يعيش من غير اقتصاد. وتحول الشباب بشكل كبير تحول الى مجتمعات اقتصاديه، يبي بزنس يعني يبي مدخول افضل، يبي عقليات تجاريه اكثر من ما هي اي يعني شيء يبي. وانا يعني كميه المشاريع التي والشغف بحبه للمشروع وهذا الامر يعني متفائلين فيه بشكل كبير. تمكين الشباب بالقيادات وهذا الامر اللي ممكن اتكلم فيه ان شاء الله. يعني الفتره الجايه راح بحاول مثل ما جت القياده السياسيه وعينت شاب لهذا الامر بحاول ايضا ان اعطي الفرصه لاخوان الشباب بتمكينهم في القيادات. عندنا مراكز قياديه. انا بس بستفسر بناصر عن موضوع صغير ان شاء الله جماعه جديده. بستفسر عن موضوع صغير يعني في وايد شباب انا اعرفهم عندهم صارت مشكله بسالفه التراخيص مالت اسواق القرين، بس ابي اعرف شنو مشكلتها يعني. والله شوف يعني انا ما ودي ادش شوف هناك مشاكل اللي بيفتح لنا مشروع مثلا قهوه اللي بيفتح لنا محطه غسيل في وايد مشاكل. يعني اتكلم وايد مشاريع معلقه مثل مشروع الوسيله مثل مشروع اللي عندك المنطقه الحره ما ودي اي تلقى في مثلا سلمه للمستثمر وصار في خلاف ما بينه وبين الحكومه اوقف هذا المستثمر ودفع ثمن هذا المبنى ولا هذا المنطقه. نفس عندنا المنطقه الحره من المناطق
الجميلة يعني وعلى البحر، يجب أن تستكانت منطقة حرة الحين لم تعد، يعني هذه كلها أمور إن شاء الله عالقة. حددنا أولويات، أنا ما نتكلم وزارة التجارة، اللي بيصلح كل شيء ما يقدر ينجح في شيء، يجب اختيار قضايا. اختيار القضية اخترنا هي أربع أمور: الوحدة تحسين بيئة الأعمال اللي راح تعالج وترتب من قوانين من قرارات من حتى إدارة كفأة يعني تستقبل، متى ما يجب تحويل هذا المراجع إلى عميل. صحيح. فكرة أن مراجع لا. اليوم هذا عميل، وأنا أمانة يعني قلتها باجتماعاتي الداخلية وأقولها أمام تلفزيون الكويت لكل القيادات اللي تقع تحت في وزارة التجارة، مقياس نجاحكم هو رضا عملائكم عنكم. صحيح. ومقياس ترقيتكم ولا إيش كثر راضين الناس عنكم. هذا الأمر الرضا بالقانون بالمسطرة الوحدة. فمتى ما تحول هذا المراجع بنظرة كثير من إلى نظرة العميل، وهذا اللي يعني على الأقل بلش ببيتي يعني أنا وزارة التجارة إن شاء الله يعني نحاول قد ما نقدر أن يتحول هذا نظرتنا كمراجع إلى نظرة عميل، ويعرف أيضا كل الموظفين يعني أن يعني رضاهم يرضى العملاء. يعني وجودك اليوم وكلامك وتطميناتك هذه، وأيضا يعني اللمسة الجميلة ولمسة الوفاء اللي سويتوها طبعا من خلال إطلاق اسم المرحوم جاسم الشمالي، خالد الشمالي، على النافذة الواحدة، يعني هذا الشيء يعني يعتبر من الأمور الجميلة. شوفي أمانة اللي يعني هم تحسس الواحد أن الوفاء موجود وما زال. لا بلا شك، يعني اليوم يجب أن يحسب الفضل أهل الفضل، يعني خالد الشمالي أنا جيت وكيل وزارة. وكيل وزارة التجارة. فعلا تعاون محمود كان جيدا رحمة الله عليه، وهو كان الشخص اللي وراء المركز النافذة الواحدة ومركز كويت بزنس سنتر، وهو والتيم اللي وياه سواء الأخت عدوية الفلجاوي ولا فهد العتيبي وكثير الشيخ فيصل الصباح، مجموعة شباب يعني من دشي المكان تحسين فيه حماس. أمانة كان هذا حلمه يعني افتتاح، وكان مستعيل فيه وأنا أخره، قلت له خل تروه خل تبدي يجهز الأمور بشكل أفضل، لأن عندنا إحنا البنك الدولي شرط لنا آخر يوم 1/4، فقال نحاول نعمل بقدما وساق عشان يطرحوا اليوم، وهو كان أول يوم يعني حتى يعني ردود الأفعال نوعا ما الناس مو مصدقة الموضوع ولا لومها، يعني طلعت مشاريع بالسابق وتكلمت عن شغلات ويوم جربوها ما صارت موجودة، لذلك أنا ما ألوم الأشخاص، وأيضا لما يكونون متشككين شوية وأيضا يعني يرحمونا بالتقييم، يعني إحنا اليوم كنا ودنا يكمل عشان نطرح، لكن اشتراطات البنك الدولي، لأن مؤشر البنك الدولي بتحسين بيئة الأعمال أن ننزل من مركز 102، كل مركز له فلوس وله قيمة، يعني أنا ما بيتكلم ببعض المؤشرات دول والله يعني مع كامل احترام لها لا تملك الإمكانيات العالية اللي تملكها الكويت. طائفتك في هذا المجال ونجحت نجاح جيد، إذا لم تتكلم عن الكويت مركز مالي ولا الكويت كوميرشال هاب ولا غيره، يجب أن نحسن بيئة الأعمال ويجب أن نشجع الناس أن يستثمرون. أنا اليوم مثلا بالصندوق كيف أقول حق واحد أسس مشروعك ومجرد ما يجي وزارة التجارة يقعد شهرين ولا أكثر يأسس، تلقى الأجار مش فيه، هذا أحد التعديلات اللي نعدلها اليوم، حتى غير متطلب أن عندك أجار عشان تطلع لك شركة أو عقد أجار ألغي. نعتقد أن يعني إن شاء الله الفترة القادمة راح تكون فترة جيدة متى ما آمن المجاميع فيها. إحنا متفائلين جدا بوجود حضرتك على رأس هذه الوزارة، وأيضا وجود كل شباب فريق، أكيد أنتم تعملون كفريق عمل متكامل، نتمنى لكم كل التوفيق ونورتنا وشرفنا في ليالي الكويت، ونتمنى نشوفك إن شاء الله في لقاءات قادمة تكون التشريعات كلها تمت بإذن الله. أشكركم وأشكر الأخوان القائمين. عندي رسالة أخيرة إذا تسمحون، أتكلم عن أهمية الفرد بتغيير المجتمع، وهذا الأمر أنا ممكن بلشنا بوزارة التجارة أن الفرد يعني يقدر يغير، وفعلا اليوم إحنا نتكلم هناك أفراد معينة، لذلك أي شخص يجد ملاحظة يجد تقييم خلي يقدم لنا طريقة جيدة، وإحنا نستمع قد ما نقدر، نتمنى أن ننجح بهذه المهمة. أشكر يعني الثقة الغالية
لسيدي سمو الأمير وولي العهد وأيضا سمو رئيس مجلس الوزراء على هذا الثقة الغالية والدعم أمانة، دعم لا محدودة تلقى من 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 سمو الرئيس بكل ما نحتاجه. نعم. يعني متطلبات أمور يعني ما ودنا ما ممكن ما نقدر نذكرها، لكن هناك دعم كبير يعني فعلا، وأيضا تعاون وياي إخواني أعضاء مجلس الأمة بالمجمل ولجنة تحسين بيئة الأعمال بشكل خاص على هذا المجهود، وإن شاء الله يعني بين وبين الأمر أرقام المؤشرات الدولية تكون مخفضة إن شاء الله السنة القادمة. نشكرك أستاذ خالد، ما قصرت، نورت مرة ثانية في ليالك، قواك الله. حياك الله. شكرا لك. ومشاهدينا بس حبينا ننوه لحضراتكم أن تلفزيون دولة الكويت راح يبث على الهواء مباشرة أوبريت الكويت ثم الكويت على مسرح قصر بيان يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله، راح يكون 5 أبريل الساعة 10 صباحا. وطبعا حاليا الاستعدادات على قدم من وساق، فخلونا نشوف مع بعض جزء من هذه الاستعدادات ونرجع لكم بعدها في ليالي الكويت.